طيب انت اسالك كم سؤال. تمام، تفضل. انا هسه مسكر البث مش قادر افتحه. تمام، بدي اسالك كم سؤال. تفضل. اول اشي، شو الالعاب اللي بدك تصورها معي مثلا؟ نوني شوف اللي يعجبك ويناسبك كلمني. انا اي انت؟ لعبة، لا انا عاد بالنسبة لي. كمل انت شوف. انا بالنسبة لي انا فورتنايت، روكت ليج، فالورانت، اي شيء اي شيء يخطر على بالك عادي نلعب، كول اوف ديوتي، حلو. ببجي، اه اي شيء اي شيء قدامك. إيه مثلا ماينكرافت مثلا؟ ايه عادي، من كرافت. تصدق اني على الجوال ما حبيتها، ممكن لما نلعب مع شخص ثاني يحبها. الجوال شنو اسمها؟ ذا فورست. ذا فورست. هذا حلم كل شاب. والله قلت اسمع، ندير تعاون بيني وبين جيموكو، على الاقل اقل ما فيها يشجع الشخص على انه تمام. ينزل على هسه قناته. بالنسبة للفيس كام بس فيس كام؟ لا انا مستحيل اني افتح فيس كام ليش؟ لأسباب سياسية وظروفية وحيوية وحفظ سكنية وكل شيء. والله ما في سبب مقنع. ما في سبب يعني. هسه لو دليتك على طريقة تجيب تشغل تلفونك على تعمل فيس لا كام. لا لا، ما قصة انه بتشغيل ما تشغيل، نقدر نشغل على جهازي ونلعب عادي، حتى عندي شاشتين وكل شيء تمام والحمد حلو لله ربك فتحها علي. الحمد لله. فالموضوع قصة ما فيها، ما نبيش نظهر وجهي. عندك في كاميرا؟ ليبيا يختلف الأوضاع عن الباقي الدول الأخرى، عندك كاميرا؟ أو قصدي من عندي كاميرا. يا فؤاد ما تدخل لي الموضوع لراسي، الموضوع مطلع من راسي وما في نفر، إلا لو وصلت لعدد تبارك الرحمن في السبسكرايب وطلبوا مني أكثر من شخص ممكن يعني ندير قناع أي شيء. أما هيك وجهي كامل مستحيلة، اوكي. مش متقبلها. أولا تبي لها عدة، ثانيا تبي لا لها لا شوية لا لا ساعة. لا لا لا، ليش عدي؟ في شو الادي؟ ايش الادي اللي بتحكي عنها مثلا؟ خلينا صريحين يا فؤاد، أول شيء كاميرا تبي لها، أقل شيء تبي لها تليفون، ثانيا كابلات، ثالثا تبي لها خلفية خضراء، يعني بنجيب لها ستارة، يعني فلنفترض إنها رخيصة. انت الستارة شفت اخر مقاطع نزلتهن؟ شايفني آخر مقطع نزلته كيف كيف تصور نفسك لا بس او كيف؟ قصدي عن فيس كام انا. شوف الالعاب زي الالعاب اللي انت تلعب فيها، العاب الالغاز زي اللعبة دي كي اللي بمنظور 2D. اوكي. هذين ما نحب الالعاب ولا نتابع فين اصلا، ولو كان مني كان يكون يلعب فيها. نلعب في اكثر نحب العاب زي سيرفايفل، زي العاب اوكي ماشي، مش مشكلة. بس بقولك عن الفيس كام. هو زي فالورنت، حضرتها من اول يوم نزلت فيها لاخر يوم. الفيس كام ما شاء الله، ما اللهم بارك، ما في كذب في الموضوع. إيه انت بتعرف شو الكروم اللي عملتها انا؟ الكروم اللي عندي الخضرة ايه لونها شنو؟ لونها اخضر. اكيد اللون مختلف. اوكي. حلو، توقعت شيء. استنى خلينا ننقص صوت اعدادات لعبة فورتنايت، يعني خشيت على فورتنايت. اللهم بارك، عندي المايك مجهزة من بدري بدري، شاشة حصلتها هدية، ما شاء الله. حلو ماوس باد هدية، كيبورد، حلو سماعة، ما شاء الله. ماوس هدية حتى. يعني بتقول هدية وفوق هذا، يعني فيش حد بكل يعني ها عندكم يعني في تقدم، يعني في انه في حدا كيف ايه بدك لك اياها. مش كل انه هبل. فهمت علي كيف؟ لا صح. ايه 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 في نوعية هيك، في نوعية وفي نوعية لا. بس تمام. بالنسبة اللي يا ربك ضيحني فيه الشخص وشريت منه البي سي، فساعدني في سعر الجهاز، زائد انه اعطاني ماوس كيبورد وسماعة وشاشة سامسونج 60 هرتز 1080 فول اتش ما دي. شاء الله منيح. كل وعليكم هذا السلام ورحمة الله. وكل هذا بدكش تعمل فيس كام؟ ومن قبل انا، وانا من قبل عندي عرفت ماوس، قصدي عندي مايك يعني شبه جاهز، وشاشة، فالشاشة واحدة بنخليها بنقرأ عليها التعليقات، مثال في البتوت. طبعا في رمضان لازم من بتوت لازم. بس البث انت ناوي يوتيوب ولا تويتش؟
والله في هذه ما فكرت فيها، ممكن فيس وممكن تويتش، ممكن يعني لأن أغلب الليبيين على الفيسبوك، صعب ألاقي حد في تويتش. ايوه. طيب بس من ناحية المشاهدات انت ناوي تستهدف مين؟ ها؟ السعودية مش السعودية، المناطق الخليجية ولا ايش؟ يعني من مستهدف يعني. ايش مالك سكتت؟ يعني من مستهدف اكثر شيء. انا اكثر ايش عندنا اهل السعودية بتابعون السعودية والعراق. مالك ساكت؟ الله ما هو معرق، شو واحد معرق قدامي نحاول نجيب. الله، النت زبالي عليه. نزلته نزلته، حلو حلو. صاحبه صاحبه صاحبه، الرحب، نزلته نزلته. ظل اثنين صح؟ ايه فنش. انفيديا عندك اعمل لك لقطة تصوير. اوه فيديو شنو؟ انفيديا اعمل لك تصوير للقطة اللي مهجم عليك. حلو، ايوه. الله يلعن الام الام السلاح السلاح مش الايم. خليني نخرب منهم، يحاول يقتلني، يحاول يقتلني، يفنشني. اللي معاه اللي معايا كلب.